إنجازاً مميز. شوطنا الرابع خصص الجعدان الصعوب ومفاجآت الجعدان، مفاجآت الجعدان ما شاء الله دائماً هنا مع هذه الانطلاقات. شاهين وأيضاً ولا هناك الأسامي الكبيرة، الأسامي الحاضرة. شاهين علي بن خليفة بن علي بن حميدان، النقلة هناك على الفارس الفارس الفارس. أيضاً سالم بن هلال بن طناف الراشدي المركب ثالث للسيد سعيد بن مطر بن سعيد بن حلوة الشبي، من يقدم نجد سلالة شذات الغنية عن التعريف. هكذا كانت نتيجتنا، هكذا كان الوصف التفصيلي. الله يا ياهي الراشدي، يا الراشدي عطني أخبارك، استهمك لأني أهمك مسمعي بحكاك. يتبارك يتبارك بهذا القعود الجميل، بتبارك بهذا القعود المميز، أول وثاني المراكز. سالم بن هلال بن طناب الراشدي، ولكن المركز الثاني، المركز الثالث نجد لسعيد بن مطر بن سعيد بن حلوة. يلا يا ابو عسكر، يلا يا ابو عسكر، احد شباب الخوانيج والله، سعيد بن مطر بن سعيد بن حلوة الاجتبي. هكذا كانت النتيجة، هكذا كانت نتيجتنا. يا ابو يا بوي يا بوي الفارس، يا بوي الفارس، بسم الله. حي هاي السلالة، حي هذا الأداء الجميل اللي يقدم الفارس، قادم من مدينة العين، قادم من مدينة العين للمشاركة. فنحن دائما نقول في ضيوفنا الكرام يا مرحبا بالجميع، مرحبا بك مليار فوق مليار يا الراشدي، مرحبا بك يا ابو هلال، يا ابو طناف سالم بن هلال بن طناف الراشدي. اسعد الله مساك على هذا الأداء الجميل، هذا الأداء المميز. ولا ما ظن ظني سلالة الفارس، سلالة الفارس، الفارس العاصفة، فارس العاصفة. تهانينا والنمس. المركز الثاني سعيد بن مطر بن سعيد بن حلوة الشمي، المركز الثالث للسيد سالم بن هلال بن طناف الراشدي. دقيقة 49 ثانية، 76 جزء من الثانية. تهانينا والناموس أيها الإخوة على هذا الأداء الجميل. وهناك الفارس تنحدر سلالة هذا القعود من فارس هجن العاصفة. هنيالك يا الراشدي، سلالة وناموس وسبق على أرضية هذا الميدان. تهانينا أيها الإخوة لهذه الانطلاقات الحاضرة والجميلة على أرضية هذا الميدان. كل الشكر دائما لجميع اللجان التي تعمل في هذا الميدان على هذا الأداء الجميل، هذا التطور الذي يأتي عام تلو عام في أول انطلاقاتنا على أرضية ميدان الضوء. تهانينا والناموس الجميع، وإلى اللقاء.